معكم مستمعاتنا، وحنا عندنا الكثير من الضيوف اللي كينورونا في الاستوديو راديو أصوات طيلة هذا الأسبوع. اليوم الاثنين هي أول حصة في أسبوع حافل خاص بالعرس المغربي. إلى عندكم إن شاء الله شي دفوه، إلى عندكم شي مناسبة بغيتوا تخدموا فيها الطيافر أو تصوبوا فيها الطيافر، الطيافر شنو هما؟ شنو هي الصيحات وتندنس فيهم؟ غادي نشوفوا أيضا الطيافر، طبعا كنتكلموا على الفاكية، فالفاكية اليوم كيفاش ولات كتقدم، كيفاش ولات كتخدم، شنو الأسرار للحفاظ عليها على الرونق وعلى النكهة ديالها. هادشي كله غادي نتكلموا عليه مع السيدة كوتر اللي هي ضيفتنا اليوم. أهلا بك لا كوتر. شكرا لسناء، مرحبا بك معنا مباشرة على راديو أصوات. الله يكبر بك، مرحبا، أنا لي الشرف نتواجد معكم اليوم في الاستوديو. تبارك الله عليك، أنت يا خبيرة في تحضير طيافر، ومني كان هضروا على الطيافر كيفاش وصلتي لهذا المجال للكوتار؟ واش هذا يعني صنعة خديتيها على شي حد من العائلة ولا غير العشق والميول ديالك؟ لا، كان هذا الميدان دخلت لي بار باسيون، كان عشق وميول بالدرجة الأولى. شنو أول حاجة اللي جبدتك؟ كانت خطوبة ديال لوسي. إيه؟ مشينا خدينا الطيافر عند واحد السيدة. إيه؟ وعجبني داك الشيء وقلت علاش لا ما ندخلش لهذا الدومين. نعم، وكانت تما البداية. كانت تما البداية في 2019. نعم، ومن تما شنو فاش درتي داكشي العائلة كلشي قالوا لك كوتر زوين هادشي اللي درتي؟ كلشي، الناس كلهم اللي معايا، العائلة، الأصدقاء، اللي كيجي للمكازا عندنا تيعجبو داكشي، الطريقة ديال العرض ديال المواد ديال التغذية ولا ديال الديكوراسيون، كل شيء كيعجبهم. كوتر البدوي المختصة في الطيافر في الدفوع، ملي كنقولوا الطيافر واش هذه شي حاجة اللي مازال الناس كيتشبتوا بها؟ واش العائلات وخاصة حباب العريس الراجل واش مازال عندهم ضروري ديك الدخلة بالطيفور؟ ضروري. بالنسبة لنا حنا الدفوع هي كنديروا فيها لا ميز اون اوفغ ولا ميز اون بلاس ديال دوك لي كادو اللي كيجيب العريس العروسة ديالو. بالنسبة لنا العرس كيكون فيها دفوع تريتور نكافة، الدفوع هو اللي كيبين القيمة ديال العروسة عند العريس، يعني هو الوجه ديال حباب العريس، هو ديك الحلقة الأولى في ذاك الحدث السعيد. ملي كتدخل أول حاجة كتدخل هي الدفوع، والناس راك عارفة كلهم كيشوفوا شنو جاب العريس لعروسته وشنو كبر بها وكيفاش دخل هذاك الدفوع. وحنا كنخدموا الدفوع بطريقة مختلفة، بطريقة مخزانية بالرفاعة، كيكونوا جوج رفاعة، كل واحد شادين طيفور، كيدخلوا شي مرات 10 ديال الطيافار على حسب القدرات الشرائية ديال كل زبون. واش كاينه واحد القاعده غادي نقولوا اللي خص يكون العدد مثلا ديال الطيافر ادنى عدد خص يكون قدا وقدا؟ بالنسبه للخطوبه كيكونوا 3 طيافر، يقدر يكونوا اكثر. بالنسبه للدفوع ابتداء من 5 طيافر، كاين اللي كيدير 7، كاين اللي كيدير 9، كاين اللي كيدير 10، كاين اللي كيدير 15، على حسب الدفوع. 20 على حسب الدفوع. زيد الماء زيد الدقيق. زيد الماء زيد الدقيق اكيد. ولكن شنو هو المعدل مثلا اللي كتلاحظي عند الاغلبيه ديال الناس؟ 5 طيافر. كيفاش كيتقسموا هاد 5 ديال الطيافر كوتر؟ 5 طيافر كيكون عندنا اول طيفور كيدخل القاعه كيكون فيه المصحف وليكاغاف ديال الزهر والحليب والبونبونيير، فيها سرغينه وحده، فيها العود القماري وحده، فيها المسكه الحره. اول واحد كيدخل لاصال، الثاني كيكون فيه التمر وسوا كيكون تمر شوكولا نوغا، سوا كتكون يو بياس مونتي فيها الفاكهه وفيها التمر. نعم، على حسب الاختيار ديال العرسان. والثالث كتكون فيه الحنه. الحنة هي رجعنا لداك الشيء البلدي، كنخدموا بالسطيلات البلديين، وكاين اللي كيبغي الكموسات الا كان شي حد غادي تعطاه. إيه؟ كاين دوك العويسقات كيبغيو يعطيوهم دوك الكميمسات، سواء صغار سواء كبار، هما فيهم اشكال فعلا. حنا كنعرفوا على انه العويسقات اللي كيبغيو هذا الشيء في الاخر العروسه كتبقى هذه ذكرى واجمل ذكرى، وكيكونوا طبعا دوك الكموسات ديال الحنة حتى هما عندهم واحد الرونق وواحد الخصوصيه. بيان سور كيكونوا مقادين مزوقين بالحجيرات، فيهم غيبون بيرسوناليزي ديال بسميه ديال العروسه والعريس ولا داس ديال العرس ديالهم، باش يبقى داكشي ميموريزي عند لي زانفيتي. حنا طبعا اليوم ملي كنتكلموا على الدفوع وعلى الطيافر غادي نتكلموا ايضا على الفاكهه، لانه حتى الفاكهه لاحظنا على انه كاين واحد التزايد ديال المحلات المتخصصه في الفاكهه. الفاكهه عندها حتى هي قواعدها، عندها اصولها. واش الفاكهه مازال الناس كيبغيوها تمشي هكذاك يعني بالمذاق الطبيعي، او لا حتى هي ولات فيها
قواعد وصيحات كيفاش كتخدم هاد الفاكهه باش تمشي في الطيفور باش تمشي في الدفوع وباحسن حله. هادشي كله دائما كنتكلموا عليه. والجديد ايضا في عالم التجميل انه الفاكهه اللي كنعرفوا المكونات الاصليه ديالها. دكتور عماد غادي ان شاء الله يقدم لنا وصفات كذلك اللي مخوده من الفاكهه للتجميل ديال المراه والتجميل ديال العروس مادام اننا في الاسبوع الخاص بالاعراس. غادي نرجع لك كوثر البدوي ضيفتي في الاستوديو هذا الصباح الخبيره في الضيافر. ملي كنهضروا على الفاكهه شنو هما لي طوندونس؟ لي طوندونس اللي كاينين دابا سورتو في التمر. التمر ما بقاش كيتقدم بهذيك الطريقه البلديه العاديه اللي كانت تمر معمر بالكركاع، ولا عندنا التمر فيه حشوات مختلفه سواء شوكولا براليني لي فروي روج لي فروي دو باسيون. كاين بزاف ديال الحشوات. نعم اييه. شنو هي الحاجه اللي ولات مطلوبه يعني جديده ومطلوبه كوثر؟ الاكثريه كيطلبوها التمر هذا وكيطلبوا شوكولا. اييه شوكولا كنخدموا بشوكولا بلج ميير كاليتي كيطلبوها الناس بزاف. حنا كنعرفوا على انه التمر حتى هو ولا كيتعمر بالشكلاط. وي من رايك هاد الموضه هذه اللي كانت يعني انتشرت غنقولوا في هاد الثلاث سنين الاخرى واش عليها الاقبال ولا الناس كيفضلوا داك الشيء البلدي؟ كيبقى اذواق. هي بالنسبه لها اللي ذاق هذاك التمر تيبغي ياخذه، وكاين اللي تيقول لك انا بغيت البلدي اللي معمر بالكوز. ديروا لي الطريقه البلديه القديمه. هضرتي قبيله ايضا على الطيافر وعلى انه القاعده كتكون يعني مثلا غنقولوا خمسه ديال الطيافر اقل تقدير، وشفنا ايضا ترتيب ديالها وكيفاش كيمشي وكل مره الواحد كل طيفور شنو كيكون. شنو هي الرمزيه ولا شنو هي الدلاله؟ علاش مثلا الحنه كتمشي؟ علاش الورد البلدي كيمشي؟ علاش الفاكهه كتمشي؟ الفال كتمشي الحنة كما كيدخل في الطيفور الاول اللي كيكون فيه الحليب والزهر، داك الحليب رمز الناقة والصفاء وحياة سعيدة اللي غيعيشوها دوك العرسان. نعم. بغيت نسولك ايضا كوثر البدوي، حنايا اليوم كنهضروا على الطيافر، كيفاش كيتخدموا هاد الطيافر؟ واش محافظين على داك الشيء اللي كيكون مثلا مخدوم بالصقلي والطرز البلدي، ولا حتى الشكل ديال الطيافر فيه تجديد؟ كاين اشكال اللي مختلفة. كاين الحفاظ على الهويه والاصاله التقليدي للطيافر ديال النطاع اللي بالطرز ديال الصم صفار، وكاين نحاس اللي ما عمره ما كيديمودا ولا كيموت، وكاين جديد في طيافر جداد اللي كيكون فيهم نحاس وفيهم كيكونوا شفافين. اغلبيه الناس ولاو كيطلبوهم حيت كيبان فيهم الدفوع بلا ما يحتاجوا يحيدوا داك القبه ديال الطيفور. وكاين اشكال اخرى ديال العود اللي ولات كتجي ومزينه بالورود الصناعيه. واش عموما مثلا مالين العرس كيبغيو كيف الدخله مثلا العماريه اللي غتختار العروسه كيبغيو الطيفور يمشيو في تيمه واحده او في تيم واحد؟ غالبا تيقول لك مثلا غتكون الجلسه ديال الحنه خضراء بغينا الطيافر خضر، او لا غيكون بيضاء بغينا الطيافر في البيض. وكنشوفوا ديك الساعات في الدخلات ديال الطيافر كنسقوا مع النقافه. نعم. حيت كاين النقافه اللي كتسبق الدور هاد العماريه هي الاولى، وكاين النقافه اللي كدير الحنه هي الاولى، وحنا جينيرالمون الدفوع كيدخل في وقيته الحنه بعزاوه او لا العبيدات الرما او لا دقه المراكشيه. عموما شنو هي المناسبات اللي اليوم ولاو الناس كيديو فيها الطيافر؟ انا كنعرف يعني بشكل تقليدي ضريب الصدق هو اللي كيمشي فيه الدفوع، ولكن اليوم تنسمع انه مثلا تكمله العطيه او الرشيم ديال الخطبه بزاف ديال الناس ولاو كاع كيديروا ضيفوا العماريه في الخطبه او كيدير، واش هادشي ولا فعلا؟ كاين صيحات مختلفه في الصراحه المعاصره كل واحد وشنو بغى كيختار على حساب لوغو ديالو. الطيافر ولاو تيدخلوا ماشي غير في العرس، ولاو تيدخلوا في الختانه، كيدخلوا في شي مرات شي حد داخل من العمره، شي دخلات الدار جديده الختانه، يعني بزاف المناسبات ولاو كيطلبوا فيهم الطيافر. شي مرات حتى في صبوحي العروسه كيمشيو دوك لي كادو والفطور العروسه كيمشي بالطيافر على حساب الرغبه ديال الزبون. وعموما شنو كيكون فيهم في هذه المناسبات مثلا باش كتعمروا انتم الطيافر؟ مثلا في دخله الدار ممكن كنديو الحلوى البلديه
ديال اللوز، كنديو المحنشة، كيكون طيفور النيس ديال الزهار والعود وزرغينه كيمشي حتى هو. مثلا في الختانه كيكونوا لي سوجي دراجي ديال الختانه، كيكونوا البيسات ديال وليد صغير، كيكون حتى هما فيهم تمر شوكولا نوغا، كيكونوا هاد المرافقات كلهم، شي حاجه فيها الحنه وشي حاجه ما فيهاش. بارك الله عليك كوثر البهداوي. كنذكر بانك المختصه في الضيافه روف الفاكهه. ملي كنهضروا على الفاكهه كنشوفوا على انه اليوم في يعني ولات هناك عروض كثيره كثيره. وانا مثلا غتكون عندي مناسبه، اشنو نختار؟ كيفاش نختار؟ ممكن تساعديني اليوم كوثر؟ شنو النصيحه؟ شي مرات كيجي عندك زبون تالف ما عارفش اشنو باغي اكزاكتومون، كنحاولوا نوجهوه على حسب نوع المناسبه اللي عنده وعلى حسب الكبر ديال المناسبه. ما يمكنش مثلا واحد عنده غير خطوبه صغيره في الدار ويدي طيفور كبير بزاف اللي غيعمر له الصالون ما عندوش فين يحطه، وما يمكنش يكون عنده ترونسبور بعيد وغيقول لك نديهم مثلا غير في الطوموبيل عندي. نعم سورتو في الوقيته اللي كان مورا كورونا كاين غير خطوبه صغيره فعلا. درنا 100 ديال اللي صغار بزاف كتمشي فيهم شي حاجه اللي قليله غير في تعارف ولا خطوبه هكذا وتترجع. يعني دابا انتم تاقلمتوا مع هذا الوضعيه؟ بيان سور، كورونا كانت واحد الحدث اللي بدل بزاف حياتنا وعطانا دروس كثيره. اكيد. اذا زوين هذه الفكره اللي قلتي لي انه الحجم ديال الميادي هو نقص على حسب طبعا الفضاء، لانه التجمعات ولات قليله ما بقاتش، ما بقاش دابا الفرح ديال 400 و600 يعني كنشوفوا دابا اعلى عدد غيكون هو 100. شنو اخر تغير مثلا؟ الا قلت لك انا مثلا عندي خطبه او عندي دفوع وعندي واحد الميزانيه، لان كنهضروا في ظل كورونا شفنا انه حتى القدرات الشرائيه ديال الناس حتى هي تضررات. مثلا غنقول لك بغيت شي طيافر بتحمير الوجه، شنو اللي بالنسبه لك اساسي؟ يعني واخا تكون الميزانيه قليله. تكون الميزانيه قليله، حنا كنخدموا على حساب الميزانيه ديال كل كليون كيف ما كان. اي واحد دخل عندنا المحل خصو يخرج فرحان، نهارو هذاك ما يمكنش نخليه يمشي نتفقوا على واحد الميزانيه نمشيو على حسابها. مثلا الا عندك بيدجي ديال 3000 ولا 2000 درهم غادي نخدموا على هذاك البيدجي اللي عندك. شنو غدير مثلا في هذا البيدجي؟ ايوا فاش غادي نديروا بياس مونطي اللي غتبدا مثلا من 3000 درهم هي طالعه، غادي نديروا غير فراقه صغيره. الا كنا غنديروا شوكولا اللي الثمن ديالها طالع، نديروا مثلا غير تمر مجهول وحديته. الا كانوا غيكونوا العدد ديال الرفاعه 10 نديروا غير 5، هكا باش كنقصوا الميزانيه. بارك الله عليك. الله يبارك. انا بعدا نجي لعندك ونحس براسي مطمئنه بين ايادي امينه. تبارك الله عليك كوثر، اللي انا كنحسو فعلا انك تحبي هادشي اللي كديريه. دخلت له باباسيون وكنحاول انني نعطي احسن ما عندي، حتى في الديكوراسيون ديال الحوايج كنحاول نخدم على شي حاجه اللي جديده، ماشي اي حاجه اللي متجاوزه وكانت قديمه. الو غادي نرجع معاك الفاكهه. مثلا انا بغيت نعمل واحد الطيفور ديال الفاكهه، شنو مثلا باش تنصحني؟ شنو كيفاش كتخدم دوك لي ميكس مثلا؟ ومنين نختار؟ لانه مثلا اليوم ملي كنمشيو نشريو الفاكهه ولينا المنتوجات كنلقاوها كتجي من بلدان مختلفه، هذه من تركيا، هذه من اسيا، هذه من الشينوا، هذه من لاشين عفوا. فكيفاش نختار ما بين المنتوج المحلي؟ وهذا السؤال راه غنرجع فيه حتى للدكتور عماد. كنشوف الجوده ديال المنتوج كنعينها بعيني، ملي كتمشي تختار راه كتبان لك مثلا مشيت تاخذ شريحه كتبان لك شريحه مختلفه على شريحه اخرى. نعم. مشيت تاخذ مثلا كيوي كتلقى شي كيوي اللي مغطي بواحد بحال الغبره بيضاء، ما كناخذوش، كناخذ كيوي اللي خضر كيبان باقي جديد. على حساب شي مرات نقدر ندوق كاع ونعرف شي حاجه اللي جاتني لادعه ولا هذا ما ناخذهاش. على حساب هذه هي الطريقه باش كنختاروا الفاكهه. شنو بالنسبه لك في الفواكه المجففه او المعسله، شنو بالنسبه لك الفاكهه اللي كتبقى يعني لا يعلى عليها او اساسيه في ذاك الطيفور؟ في الطيفور التمر، التمر بالدرجه الاولى. وكان نخدموا التمر الا كان غادي تفرق في ديك النهار ديال العرس، حيت نورمالمون ديك لا بياس مونتي اللي كتدخل للتمر خاصها تفرق على الناس كاملين، ولا كتبقى في صبح واحد العروسه غالبا. هادشي اللي ولاو كيديروا الناس كانت شي حاجه اللي قليله. كنخدموا التمر كيكون معمر بالكوز ولا التمر اللي ولا دابا بريستيج، سينون لما كانش غادي تفرق ديك الساعه كنخدموا التمر كنخليوه كيف ما هو، غير كيتمسح بالزهر وكيتبيكا في واحد لابياس ديال البوليستيرين وكنديروا القرقاح هكذاك كباله حتى هو فوق منه باش كيصبر للناس، لان الانسان اللي غادي يدي واحد 9 كيلو ديال التمر وتعمر غادي تبقى غير تحمض له غيضيع فيها.
هذه عندك فيها الصح ونردوا لها البال، وخاصه انا دابا داخلين على الصيف فهذه بعض النصائح اللي مهمه كثير. دكتور عماد، طبعا تبارك الله عليك المختص في العلاج والتداوي بالاعشاب. ملي كنتكلموا على الفاكهه كنعرفوا على انه كاين الفواكه اللي كتبقى في يعني في الطبيعه ديالها ما مخدوماش، ما فيهاش مواد حافظه، وكاين اليوم تشكيله من الفواكه اللي هي معسله او مجففه. فشنو هي القيمه الغذائيه، شنو منافعها للصحه؟ فاكيد دائما الا مشينا بالفواكه اللي كتكون مجففه، وانا دائما كنشجع المنتوج المحلي المنتوج المغربي الاصيل، لان كتكون حتى في التجفيف ديالها كيكون باقي كيحافظ على ذوك المكونات ديالو، كيحافظ على التركيز ديالو، كيحافظ كذلك على مجموعه من الاشياء اللي مهمه، حيت حتى التجفيف حتى هو في حد ذاته كيدخل في التغذيه وكيدخل في الاستفاده ببعض المواد. ان مثلا كنلقاو الفاكهه الا كانت صاينه ماشي مجففه، فهنا كنكونوا كنستافدوا من الماء اللي كيكون فيها، من الفريكتوز، من الاحماض ديال الفواكه اللي كتكون فيها. ولكن ملي كتجفف شنو كيولي التركيز؟ كيطلع لنا التركيز ديال الفيتامين بي مثلا، كيطلع لنا التركيز ديال السيلينيوم، حتى هو كيساعد في هذا يعني باش كيرفع لينا من الجوده ديال هاد الفواكه. فهنا الا هضرنا على التجفيف العادي، فاكهه خديناها طريه جففناها، ولكن كاين في المقابل بعض الفواكه اللي كيدار لها بعض المواد الحافظه، مثلا احماض بحال لاسيد سيتريك او بعض المركبات اللي كتحافظ عليهم. فهنا شنو كدير؟ كتغلف لينا هاد الفاكهه، وكنشوفوا ان الفاكهه كاين بعض الانواع اللي كتكون مستورده اللي كتضرب واحد المسافه طويله جدا، ومن الاحسن اننا في الفاكهه نستعملوا كما ذكرت الكوثر، ان ما يكونش في هذاك التغليف، ذاك واحد لاكوش جيلاتينوز، يعني واحد الغلاف اللي كيكون كيبري، ما تكونش فيهم كذلك الزيت. كاين بعض الانواع اللي كتدهن فيها واحد النوع ديال الزيت اللي كتكون عباره على واحد الماده حافظه، فهذه يمكن تعطينا اضرار، وخاصه بالنسبه للاطفال، لان هذه الماده هذه يمكن تعطينا حساسيه. وحتى الجوده كنلاحظوا ان حتى في المذاق ملي كنذوقوا هذاك مثلا كان واحد الفاكهه مجففه طبيعيا طريه، كنلقاوها في المذاق مختلفه على واحد الفاكهه اللي فيها مواد حافظه، لان غير كنديروها مباشره في الفم ديالنا، يا اما كنحسوا بواحد البنه اللي ما هياش، بحال مثلا كنمشيو لواحد البنه اللي ما فيهاش ديك لاسيديتي ديالها الطبيعيه، او في بعض الحالات كنحسوا بواحد المروريه، كنحسوا بواحد الغموليه كتكون عندنا في ملي كنذوقوا هذيك الماده. فهنا من الاحسن اننا نمشيو دائما في نطاق الفاكهة المجففة طبيعيا، فأنا كنرجح هذه المسألة هذه. كان نعرفوا أنه دائما عندك الجديد دكتور عماد، كيفاش غادي نستخلصوا من الفاكهة وصفات لجمال البشرة والشعر؟ أكيد، فأول حاجة غادي نديروا اليوم إن شاء الله واحد المقشر طبيعي، فأنا اليوم العروسات وكذلك هذه الوصفه حتى اللي ماشي مقبله على الزواج يمكن تستعمل هذه الوصفات. فانا اليوم غنقترح لكم واحد الغسول مقشر للبشره باش ننظفوها، وغنقترح لكم وصفه لتفتيح البشره، وصفه كذلك لترطيب وتفتيح الجسم، لان هذا السؤال كيتطرح دائما، ووصفه للشعر. فاول وصفه اللي غادي نعطيكم هي وصفه اللي غتكون منظفه طبيعيه ومقشره. فغادي ناخذ معلقه كبيره ديال الزبيب مقطع، الزبيب اللي كيتعتبر من المصدر الاول ديال الاحماض الامينيه الطبيعيه. غادي ناخذ كذلك معلقه كبيره ديال اللوز مطحون، اللوز المكون اللي انا دائما كنهضر عليه واللي كنفضلو اكثر، لان فيه ماده لاميغدالين وفيه كذلك الفيتامين بي او مجموعه باء اللي هضرنا عليها. عندنا غادي ندخلوا شويه ديال الاعشاب، فانا غادي ناخذ فيه النعناع اللي فيه ماده المينطون، والسلميه اللي فيها ماده البغنيون، جوج ديال المواد اللي كيعاونوا باش كننظفوا البشره من الاعماق. الطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه، معلقه كبيره ديال الزبيب مقطع، معلقه كبيره ديال اللوز مطحون ومغربل، 6 ديال الوريقات ديال النعناع طريين، 3 ديال الوريقات ديال السلميه، ونص كاس صغير ديال زيت الزيتون. نحطوا هاد المكونات كاملين فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولانيه، كنخليوه ليله، ومن بعد هاد الخليط هذا كناخذوه وكندهنوا به البشره ديالنا بهذوك المكونات اللي فيه، كندهنوا بواحد الماساج ديال 5 ديال الدقائق، كنخليوه ربع ساعه هي ثلث ساعه في كل شيء، وكنغسلوا هاد الخليط، كنستعملوه جوج مرات في الاسبوع، وكنداوموا عليه مده ديال شهرين. وفي يعني في الاستعمال الرابع يعني في 15 يوم ان شاء الله كتولي كتبان النتيجه ديال هذه الوصفه هذه.
تبارك الله عليك دكتور عماد. حنايا طبعا دائما معكم مباشره على راديو اصوات وبرنامجكم حديث ومغزل. الى عندكم سؤال تصلوا بنا الان على رقم الاستوديو 0522 77 24 24. تحيه لكل من كيتابعنا على الصفحه الرسميه وعلى الحساب الرسمي على الانستغرام. دكتور عماد غادي نرجع لك وتكلمنا على الفاكهه. ملي كيكون مثلا بيس مونتي ديال الفاكهه، الفاكهه عموما دابا مع الصهد شنو هي احسن طريقه للحفاظ عليها؟ فاول حاجه احسن طريقه للحفاظ عليها، فكنشوف انا واحد الطريقه جميله جدا انها كتغطى، كيغطيوها من يعني من 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 الرطوبه، من اشعه الشمس. والفاكهه في حد ذاتها الا كانت كما قلنا فاكهه ذات جوده عاليه، يعني اللي باقي المكونات محافظين على بعضياتهم، فانها ما كتخسرش. علاش؟ لانها اصلا مجففه ومحافظة على رأسها من أنها يعني وقع لها أي تعفن أو أنها الرطوبة تدخل لها. احنا كنعرفوا الكوثر البدوي كذلك انه غادي يكون عندك اكيد نصيحه لنا في هذا الباب. السيده دابا اللي غتزوج بنتها ولا اللي غتزوج اختها ولا لشي واحد في العائله دير شي مناسبه وغتجي الفاكهه، او الناس الجاليه المغربيه اللي في الخارج وغايجيو وبغاو يديو معاهم ان شاء الله شي باروك ديال الفاكهه، باش كتنصحهم كيفاش مثلا النقل ديالها؟ واش كيخص واحد لامبالاج سبيسيال؟ وكيفاش ايضا نحافظوا عليها وعلى الطراوه ديالها؟ الفاكهه من الاحسن سورتو بهذاك التمر بريستيج اللي كيكون معمر، من الاحسن يدار في الثلاجه شي بلاصه اللي بارده، والا كانوا غادي ينقلوه يدار في بوليستيرين راه كيتباع، كيتغطى مزيان وكيتونبال صافي وكيمشي، غير هو ما خصوش يضرب فيه الشمس في الطريق. ضروري يعني اللي غيدوز بالباطو غيقطع من الاحسن تعيلي بلاش، فيه الشوكولا لداخل ما غاديش يصبر، واخا هو في المكونات ديالو كاين سكر انفيرتي اللي كيصبر شويه داك المواد ما كتاكسدش دغيا، ولكن خصو يبقى اوفري ما خصوش يضربوا الشمس بحالو فواحد الشوكولا. نعم. بالنسبه للفاكهه الاخرى راه كتكون مجففه مزيان، ما كنظنش عندها شي طريقه سبيسيال زعما ديال النقل من غير انها راه كتجمع وكتمشي. نعم. احنا كنعرفوا طبعا على انه التمر والحليب دائما كيكونوا في العرس. بالنسبه للعرسان ان شاء الله وهضرنا ايضا على التقاليد والعادات، دكتور عماد واش يعني كنعرفوا الضغط اللي كيكون على العرسان، واش نقولوا انه ديك التمر وديك الفاكهه فيها ايضا واحد المصدر طاقة. واحد الطاقه لهم اللي ما كنعرفوا شحال من عروسه يعني في ليلتها بقوه الخلعه ولو ستريس والتوتر كتسخف كتكون فاشله ما كيبقاوش قادرين ياكلوا، واش ديك الفاكهه راه فيها الخير والبركه يعني؟ نعم، الا خدينا واحد كانش نقولوا حنا واحد الحفينه صغيره ديال الفاكهه مع التمر، والتمر تبارك الله ديال العرس كنعرفوا انه كيكون نيت واحد الحجم كبير، فالا خدينا غير جوج تميرات جوج تميرات يعني تاخذها العروس وجوج تميرات العريس مع الحليب، فاحنا كنعرفوا انه غذاء كامل وهضرنا على هذه المساله بزاف ديال المرات، زائد الا زدنا شويه ديال الفاكهه واحد الحفينه ديال الفاكهه وكليناها فكنلقاو فيها واحد الطاقه مهمه. علاش؟ كنلقاو فيها الفوسفور، كنلقاو البوتاسيوم، كنلقاو البروتين الا خدينا الحليب، فهنا غادي يكون واحد الغذاء متكامل لهذيك الفتره لهذاك اليوم، ومن بعد ان شاء الله فلما كيدوز كدوز هذيك الفرحه وكدوز ديك الدهشه، فمن بعد الانسان كيعاود يسترجع القوه ديالو. كثير منكم مستمعاتنا كتفاعلوا معنا وكتقولوا لي مثلا شهيوات الحادقه كتبات لنا انه الفاكهه غزاله هي كديرها في الزاج خصوصا اذا كانت نوعيه جيده باش تحافظ عليها، وكتبات ايضا انها كتمسح بورق الطبخ او الطهي غير بشويه قالت لك ما كيطرى لها والو، واش هناك تفاعل اللي غيطرى؟ فهي كتمسح وصافي، ولكن كما قلنا الا كانت طريه وذات جوده عاليه فهي كتحافظ على راسها، والمساله ديال الدجاج حتى هي مزيانه ان غير كتكون محكم السد. علاش؟ كنحافظوا عليها من الرطوبه، حيت هي مع الوقت الفاكهه ملي كتاخذ واحد الرطوبه كتكون طالعه شويه كيمكن تاثر، فهنا الا درناها في الزاج حتى هي غادي تكون فكره مزيان. كنعرفوا على انه التمر طبعا ليه منافع وتكلمنا على طريقه الاستعمال ديالو، العظم ديال التمر كتقول لي دائما دكتور عماد العظم ديال التمر حتى هو راه كاين به ما يدار. فالعظم ديال التمر هو رقم واحد، عاد كتجي القشره ديال التمر، وحنا كنعرفوا هذا السر هذا كيعرفوه بزاف الناس ديال الرشيديه ديال وزاز هذه المنطقه كلها اللي كتكون كيكون فيها الانتاج ديال التمر، لان جميع المركزات او العصاره ذاك التركيز ديال جميع المواد المفيده اللي في التمر كنلقاوها في العظم ديالو، الدليل ان كيصايبوا منه حتى القهوه، وتبارك الله كاين تعاونيات كتشتغل في هذه المساله هذه، فالتمر حتى هو فيه كما قلنا فيه الفوسفور
هذه المادة هذه مهمة جدا للجمال، فيه الفيتامينات اللي هضرنا عليهم اللي كتكون من 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 المجموعة باء، وفيه واحد الفيتامين اللي كيتسمى الفيتامين كا. هذا الفيتامين كا الكا واحد والكا جوج، جوج ديال الفيتامينات اللي مهمين نظرة البشرة، وكيصلح كذلك حتى للشعر. والعدم ديال التمرة كيدخل في تحضير الكحول المغربي القديم، يعني الوصفات ديال جداتنا، فكتلقى ضروري عدم التمر ضروري في هاد في الوصفات. بغيت ايضا نعرف، لانه التمر مثلا كاين بعض المرات في المناسبات كنديروه في الطياب. نعم. العظم ديال التمر كيدار في الطياب، العمر العظم ديال التمر كيتستعمل في تحضير الخميره البلديه. نعم. واش هو كيخمر الماكله، كيكون تفاعل كيتخمر؟ نعم. هو فيه واحد النوع ديال السكريات اللي كما كنقولوا حنا كتعزيزه على البكتيريا النافعه، اذا ملي كتاكلها كتولي البكتيريا كتفرز لينا المواد ديالها اللي كتكون المواد المخمره، داكشي علاش كيستعملوا هذاك العظم ديال التمر. ودابا غنرجع ايضا لضيفتنا هذا الصباح كوثر البداوي، وبغيت نعرف واش عندك شي حيله او شي وصفه بالفاكهه، بما انك خبيره في الفاكهه، اللي غادي تقاسميها معنا اليوم، يا اما وصفه للجمال او وصفه اللي مقويه مثلا كتعطيها للوليدات او اللي كتستعملها في دارك كوثر. بالنسبه للتمر كنديرها لولدي كتعجبو، كنفور تمر وكان معكم مزيان، كنزيد عليه الفواكه الجافه اللي عندي، بيستاش لوز اي حاجه كاينه، وكنكورو كندير به دوك لي بول دينيرجي، من بعد كنفندو عاوتاني في بيستاش اولا في اللوز، وكنعطيه ليه ياكلو مع شويه القرفه في العجينه في الاول، صافي كيجي زوين كياكلو. بالنسبه للوليدات كيعطيو واحد الطاقه حتى للناس في الصيام، الا بغينا نصومو قبل من السحور كناخذ وحده منها مع كويزه الحليب، صافي كتشد يعني النهار كتغدي وكتشد النهار كامل النهار كله. وبالنسبه لهذا التمر هذا البريستيج كيتباع شويه غالي، الا كانوا السيدات اللي ما عندهمش ميزانيه كبيره يقدروا ياخذوه، يقدروا يصيبوه بوحديتهم في الدار. نعم. يعني يصوبوا على يديهم. على يديهم. هي الطريقه ديالو سهله ما صعيباش. واخا الا سولتك اذا اش من نوع ديال التمر نختاروا؟ انت عارفه تبارك الله كاين انواع. حتى التمر المجهول فيه انواع، كاين ديال المغرب وكاين ديال الخارج. شنو ناخذوا كيفاش نختاروا؟ كناخذ تمر كبير اللي كيكون الكاليبر ديالو كبير، هو اللي كنخدموا به. ديال الجنوب؟ ديال الجنوب. من الاحسن. من الاحسن. من الاحسن كنمسحوه بالزهر وكنحلوه من الفوق، كنقطعوه وكنجبدوا ديك العلفه بشويه بلا ما نحلوا التمره كامله. طيب. من بعد كنديروا فيه لي غاناش يعني الناس وبخاريني سوا فرامبواز سوا دو باسيون، ماشي شي كناخذوا شوكولا كناخذوا مثلا الغاناش دو باسيون كناخذوا 125 ديال غرام ديال البيوري دو باسيون. طيب. كناخذوا 50 غرام ديال تريمولين ولا سكر انفيرتي. اييه. وكناخذوا 200 غرام ديال كريم فريش و 250 غرام ديال شوكولا نوار. كنديروا لا كريم فريش مع داك السكر انفيرتي فوق من البوطه حتى كتبدا تفيض، وكنزيدوها على الشوكولا وعلى ديك لاباط، وكنخلطوا مزيان. صافي كنخلطوا، من بعد كنميكسيوها وكناخذوا واحد لا سورينغ وكنبداو نعمروا دوك التميرات. ديك الشوكه. كنعمروهم كنخليهم يرتاحوا شويه. من بعد كندوبوا الشوكولا وكنسدوها بداك الشوكولا، وميم طون كنفندوها في سوا بيستاش سوا الورد البلدي سوا الفيتين على حساب الداخل الحشوه اشنو اللي فيها. اييه. الى كان عاوتاني عندنا كاناش ديال براليني. هنايا التمر منين غادي نعمروه بهاد لي زانسيغ نعينو ديك الانسيغ تيبرد مزيان. تيبرد مزيان. باش ما يحمضناش التمر. لا ضروري يبرد مزيان، وهاد التمر خصو يتحفظ في البروده. نعم. في الثلاجه. اييه. كيصبر 15 يوم. ما يفوتش 15 يوم. أيه. لانه الا زاد اكثر ما غاديش يصبر. أيه. وكاين حشوه ثانيه كنخدموها بالبخاليني. وي. كنديروا شوكولا بلون 150 غرام، لا كريم فريش 200 غرام، وسكر انفيرتي 25 غرام. البخاليني كناخذوا واحد 62 غرام كتكون ديجا شوفي. وكنخدموه وكيكون البيغ دو كاكاو 25 غرام والبيغ 30 غرام. كنخدموه بنفس الطريقه. هذا البيغ دو كاكاو كتشريه جاهز؟ جاهز. جاهز باش كيعطي ديك النكهه، ديك النكهه وديك واحد شويه اللمعان في الفلانسيغ. كنخدموه بنفس الطريقه، يعني كنسخنوا الكريم فريش مع سكر انفيرتي فوق من البوطه، وكنضيفوه على ديك البخاليني وعلى الشوكولا، وكنحركوا مزيان حتى كنقلبوا نسالي، وكنزيدوا ديك البيغ دو كاكاو مع البيغ، ومن بعد كنميكسيو ضروري لي غاناش كلهم كيتميكساو. كتبرد شويه وكنعمروا بها التمر وكنسدوه بالشوكولا بنفس الطريقه.
بارك الله عليك. دائما اللمسه ديال التزيين ودائما هاد النصائح والحيل اللي تقاسمنا معكم طبعا طيله هاد الصباح باش تطيافر يعني تكون فيهم واحد النتيجه ان شاء الله بتحمير الوجه. اي مناسبه عندنا لاي حاجه بغيناها تكون ناجحه 100%. كلمه اخيره كوثر البدوي ضيفتنا هذا الصباح من مدينه المحمديه، اللي بغى يتواصل معك واش كتليفغي واش ممكن يعني تشتغلوا في كل انحاء المغرب واخا نتوما عندكم المحل في المحمديه؟ اي عندنا المحل في المحمديه ولكن كنخدموا بارتو او ماروك، مكناس، فاس، كازا، رباط، سطات، اي بلاصه بغاو الناس كنوصلوا لهم الطيافر حتى لعندهم. بحال كيف ما كنقولوا كنديروا داك لو سيرفيس ديال كلي اون مان، كيعرفوا حتى شي حاجه غير الحويجات كيجيبوهم لنا واحد دو جوغ قبل من ليفينمون، وكنوصلوا لهم ان شاء الله الله تما حتى كيدخل الدفوع وكنعاودو نرجعو ناخدو طيافرنا، وكنستفو ليهم حويجاتهم في لافاليز، الزهار، التمر، اي حاجه خداوها كتستف عليهم وكتعطى لمامات العروسه. غالبا انتي اللي كتعملي لومبالاج ولا ممكن الانسان يدير داكشي لومبالاج وعاد يجيبو لك في لا بريزونطاسيون؟ لا انا اللي كندير لومبالاج كله، ديكوراسيون ديال الطيافر ديال الحوايج كلشي كيتقام عندنا في المحل. كيعرفو يجيبو غير الشنطات الحوايج صافي. يجيبو غير لي ديامون ياك. الذهب ما كناخذوش. انا كنكزيجي على الناس كنقول لهم جيبوا لي شنطه د الحوايج وجيبوا لي لي بوط ديال الذهب خاويين، خليو الذهب عندكم كيتحط لو مومون ديال الدفوع. كتجي مامات العروسه هي اللي كتحطو تفاديا للمشاكل، ماشي حيت ليكيب عندنا ماشي دين دو كونفيونس، بالعكس مسؤوليه فعلا. كنشكر ليكيب اللي كتخدم معايا، الشيفور، الرفاعه، البنات اللي معايا في المحل، لو فلوريست اللي كيخدم معنا حتى هو كنديرو حتى لي فلوغ، كنشكرهم بزاف وكنشكر في الدرجه الاولى الزوج ديالي على الدعم ديالو. واش نخصك تشكريه دابا بالاسم؟ بالاسم يونس مبروك. واللي هو حاضر معك في الاستوديو، حاضر معايا في الاستوديو، مرحبا بك سي يونس. الفكره ديالو والتشجيع ديالو من نهار الاول. اكيد والله يخليكم لبعض. بغيت نسولك يا ربي، عندي سؤال اخير بالنسبه طبعا لهاد الطيافر، شنو النصيحه؟ شنو الغلط مثلا اللي كيقدروا يوقعوا فيه العائلات وبالنسبه لك خصهم يتفاداوه الا قلناه لهم اليوم؟ الغلط اللي كيديروا بزاف كيكثروا الحوايج بزاف. ملي كيكونوا الحوايج كثر بزاف ما كيبانش الدفوع كيف ما خصو يكون، وكاينين شي حوايج اللي ما بقاوش كيتحطوا في الطيافر دابا. مثلا كاين شي حد بحال مثلا البيجامات، الملابس الداخليه، أيه. هذا الشيء ما بقاش كيتحط في الطيافر، وكاين شي حد اللي كيجي وكيكزيجي كيقول لك لا انا بغيت وتحط في الطيفور باش يبان دفوع كبير. في حين انها لا سامبليسيتي وتكون شي حاجه اللي خفيفه وكديكورا كتبان حسن اكثر من انه يكون داكشي شارجي ما كتبقى تبان حتى شي حاجه. شكون هما الصناع التقليديين اللي بغيتي تسلمي عليهم كوثر البدوي هذا الصباح؟ لانه واحد الحاجه اللي انا كنحييها هو انه ملي كنهضروا على الطيافر ديال النحاس او ديال النطع اللي هما طبعا مطروزين، فهذا الشيء كله هنا الصناعه التقليديه المغربيه اللي كنفتخروا بها. تحية كبيرة للصناع التقليديين على المجهود اللي كيبذلوا معنا. كنوجه تحية لسي محمد بن قيبو، وكنوجه تحية لسي محمد الفلالي وسي بوجمعة، هاد الصنايعية كنخدم معاهم تبارك الله عليهم، الكلمة والإتقان تبارك الله عليهم. وحنا ايضا كنصفقوا لهم على هذا الابداع لانها فعلا يعني قطع فنيه وتحف فنيه، وهذا الشيء يعني داخل في عاداتنا وتقاليدنا، ما فيها بس نتشبتوا به ونحييوه ونحافظوا عليه. وصلنا لنهايه الحصه ديالنا، الحديث ما كان